روسو وأولايتان جونيور، وفي المقدمة ستيف موني مدرب بنين هو المدرب. جرامع يرشع كورة البدر في اليسار، صبحي صبحي يتقدم، صبحي مرر طرشة من الدفاع يقود الهجمة الليبية إمارة عن صبحي. صبحي الطاوي يرشح للقلاب نور الدين، مش بالكورة القلاب 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 بارم الجزاء، بارم الجزاء واضحة، بارم الجزاء لصالح الفرسان. نور الدين القلاب تعرض لعرق لا واضحة تماما، لا نقاش في ذلك، ضربة جزاء وكرة التقدم للفرسان الكلاب في اختراق للدفاع البيني. الفارس أمام البينيني الكابيتانو مركز يتقدم، فيصل يسترسلها واحد صفر على يسار البينيني، إخانة البينيني وتقدم الفرسان، التقدم لصالح منتخبنا من علامة الجزاء كما جرت العادة يا سادة. فيصل يخاب على البينيني، التقدم لصالح منتخبنا، تسبقية للفرق فريق البنيني في عملية هجومية، والدفاع اللي بيحاضر الشريبي بعد كورة برشا من رقم 4 أونتون جي هون رقم 18 ولايتان الجونيور ينفذ التماس، كورة في منطقنا ومراد، برافو بار لها مراد، لكن في تسلل مع توشيهات من شر. هنا كرة تلعب في منطقنا ومتابعة النقاط الكاملة، التماسك في هذا اللقاء إن شاء الله يستمر، الكرة تعود عند حسن إيموران، صبحي الاستلام وكرة ليبية من بعيد، أيوه كان ممكن يكررها، كان ممكن يكررها وتكررها، كان ممكن يسجل هدف خرافي. فريق النصر فاز عليه، فاز على مقاس 5-0، سجل السوي ثلاثية للنصر. هنا كرة في منطقنا والتغطية موجودة، مع 20 اللاعب دوسو يلعب في فرنسا مع سوشو، يرفع كرة منطقتنا يبعد كرة كراوة، كراوة في التغطية، كرة تمر بسلام برشا عند جونيور ولايتان، جونيور يبعد كرة الصبحي يخسرها صهيب، تصل عند دوسو، دوسو 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 فيصل معاه دوسو، ترجع كرة للوراء عند رقم 8 حسن، حسن الانطلاق والمرور ومحاولة الاختراق، هذه محاولة لبنين ودفاعنا، كرة منطقنا هنا الانطلاق يحضر لها في منطقنا الشرمي، مطلوب الآن من جانب اللاعبين محاولة التحكم بالكرة، أعطيناهم فرصة الآن للتحضير، كرة خطيرة في منطقنا لوحشي مراد يتصدى ركنية صراحة، كرة خلف صبحي انطلق 20 جوديل دوسو، جوديل دوسو 63 مباراة دولية عنده 10 أهداف، مشكل كبير على مستوى الرقابة من صبحي، ميدان القيام بالتغطية أحيانا الهدف المبكر لا يخدمنا، وبرصية بنيني وصولة نيجيرية، كرة من مجد الطيبة في العمق برشا رقم 20 دوسو يرفع كرة دوسو يبعدها مراد بالقبضة، تبقى في منطقنا الكلاب، الكلاب يحاول بنيني يلعب دور استعجال، مارسيل لاعب نادي ستارز في ساوث افريكا، هنا كرة طويلة في منطقنا، غلطة كبيرة في الدفاع، فرصة للفريق البنيني ان شاء الله تمر بسلام ومراد في التغطية، كرة خطيرة من جوديال دوسو، مشاكل في محور الدفاع بالجملة إن شاء الله تمر الدقائق القادمة بالسلام. شوفوا لي هذا، شوفوا الغلطة، شوفوا غلطة الدفاع بصراحة، داميتشو والخيارات متاعها، كرة تبعد من فيصل أوليفيه تبدل اللعب كلي، تصل في اليمين دوسو، دوسو مع الصبحي، دوسو 18 اللاعب أولايتان، أولايتان أولايتان الشريمي أقرب يبعد كرة الشريمي، صهيب بن سليمان يستلم بنين الآن في التحول، يطرق الفريق البنيني كرة أمامية إن شاء الله تمر بسلام، يبعد كرة يوسف علي يوسف يتابع صهيب، تعود الفريق البنيني، يصير الفريق البنيني ضاغط علينا، هنا العرضية والضغط يتدمر، أولايتان 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 يتقدم أولايتان، والكورة من الرطيبة يتابع صهيب، لمسة من البدري ينطلق الآن لقليب، لقليب نور الدين يضيعها.
البنيني تلعب كورة، الحكم يعطي الادفانتج للفريق البنيني. بنين في الهجوم أمام تكتل والكورة البرة، البرة مرت بسلاس. آخر ثواني ستأتي صابرة نهاية الشوط الأول. صحيح منتخبنا كان بعد الهدف مباشرة قبل اللعب، ولكن لم تستقبل شباك الهدف، وهذا هو المطلوب الآن. فكر في الدفاع، ثلاث نقاط من فهود بنين مهمة جدا. كورة عند رقم 4 أنطون شي سيدريك، إمارة لأوليفي بيردون. أوليفي بيردون إمارة بيردون يلعب كورة في اليسار، محاولة للفريق البنين، كورة خطيرة والتعادل عن طريق موني. ستيف موني غلطة كبيرة من الرطوبة بصراحة، غلطة على مستوى الرقابة خدها ستيف موني، يعدل 1-1. ستيف موني خطير جدا، قناص ثالث أفضل هداف في تاريخ الفهود. مهاجم أوغسبورغ الألماني بلمسة واحدة يستاهل شبكتنا ويعدل. شوف الكورة اللي ترفع من أولايتان ظهر الدفاع. كل التوفيق للجدار مراد، ان شاء الله مراد يتصدى. أولايتان يسجل ترتيبة. كان متسبب في هدف العودة